هذه مخصصة لناقدنا الشاعر مشعل الفوازي اللي بيكون معنا في مداخلة هاتفية. حياك الله أبو يزيد. يا مرحبتين، هلا بك يا بدايه، يا مرحبا ومسهلا. طول عمرك. هو طبعا حنا اتفقنا أن تكون فقرتنا هذه إضاءة لبعض التغريدات في تويتر، يعني إضاءة شعرية لشعراء متميزين لكلمات الأمانة رنانة يا أبو يزيد. في برنامجك، في برنامج سابق في قناة المرقاب، كان هنالك نقد وكان هنالك أيضا إضاءة على تلك وهؤلاء الشعراء. يعني هذه النصوص اللي احنا نشوفها أمامنا، كيف تراها بعد أيضا اعتماد تويتر كمتنفس كبير لشعرائنا؟ أولا فرصة سعيدة أن أكون معك في هذا المنبر الرائد الله اللي أحبه يحييك أبو كثيرا زيد. واللي له علي أفضال كثيرة في الواقع. عوافي أبو زيد. بالنسبة للتغريدات، طبعا ما راح نتكلم عن التغريدات مباشرة، نتكلم بشكل عام، وإذا أردت أن أفصل في التغريدات فأنا جاهز. لكن قصيدة تويتر بشكل عام، أنا أعتقد أنها قصيدة العصر. قصيدة العصر بسرعتها، باختزالها، بتكثيفها. إذا كنا نقول أن المطبوعات الشعبية في عهدها خدمت الشعراء وأضرت بالشعر، فأعتقد أن تويتر خدم الشعر وأضر بالشعراء إلى حد ما. القصيدة اللي كان يكتبها الشاعر ب20 أو 30 أو 40 بيت أو أكثر، أصبح مجبور على ضغطها في بيتين. بيتين تكون عن نص كامل. هذه خدمة للشعر، لأن الشعر هو فن الاختزال أصلا. خدمة؟ نعم خدمة يا أبو يزيد، يعني خ... بدلا من نعم خد... نعم خدمة للشعر ونايف، لأن الشعر هو فن الاختزال وليس السرد الخطابي جميل المطور. جميل. فلما تقدم للمتلقي وجبة شعرية دسمة من بيتين، نفسها هي نفس اللي كانت تقدم في 30 أو 40 بيت، فهذه أسلم. خدمة، لكنها في الوقت نفسه أضرت بالشعراء إلى حد ما. لأن اللياقة الشعرية عند الشاعر توقفت عند البيتين، يعني أصبحت متآلفة معها أكثر من تآلفها مع النص الطويل. طبعا هذا حديث عام جميل. ونسبي، يعني ما ينطبق على جميع الشعراء. وممكن أحد يختلف معك يا أبو يزيد بأن الشعر الآن في تويتر بيتين بس، نبغى قصائد وأبيات كثيرة في هذا الشيء، يمكن أحد يختلف معك في طيب هذه الجزئية. ممتاز، الاختلاف جميل، لكن طالما اني اقدم لك نص كامل في بيتين وتصوير يعني يصل بسرعة يصل مثل بسرعه ما تقول أنت. صحيح. ويكون خالي من الحشو، خالي من الزوائد اللفظيه، خالي من الاستطرادات، يعني يقدم لك بشكل مبسط، يقدم لك الزبده في جميل بيتين. فهذا شيء رائع جدا. جميل. شوف خليني بتكلم معك يا ابو يزيد عن اليوم كموضوعنا عن زياره الملك سلمان الخليجيه، وبندخل في الابيات اللي قبل شوي في تصويرها في امورها، لكن جوله الملك سلمان الخليجيه كان هنالك اهتمام من الجمهور الخليجي على من سيلقي القصائد وايضا من سيلقي في دوله الكويت او البحرين. هل هذا الشيء يعني حبا في الشعراء ام حبا في الشعر، أم يعني مش تفسرها يا أبو يزيد بشكل عام؟ والله أنا قراءتي أنه بحث عن النموذج، بحث عن شخصية خلف العتيبي بالمنبرية. يعني المنبر افتقد، خلاص افتقد إلى حد ما، يعني ما فيها أحد قادر أنه يقدم يملأ. الشخصية اللي كان يقدمها خلف حدال بانطلاقته، حتى في حماس. قصيدة خلف، يعني كان فيها، ما كانت مجرد يعني مديح، كان فيها قراءة للأحداث، كان فيها حتى نوع من القراءة السياسية أكثر من أنها مجرد شعر. فعملية البحث المتلقي عن هذا الشاعر المنبري هي اللي سائدة. يعني في بعض الأحيان يكون الشاعر قد يكون شاعر رائع وجيد، لكنه منبريا أقل صحيح. من ما يتوقعون الناس او ما ينظرون اليه. فلذلك يعني الناس في الغالب في القصائد المنبريه تبحث عن الاداء اكثر مما تبحث عن الشعر. لذلك انا يعني قراءتي او توقعي للناس بالفعل الأداء لانه صحيح بالاداء وما يدور، يعني في هو اصبح يعني القضيه اكثر مما هي قضيه شعريه، اصبحت قضيه كلام جميل. اجتماعيه. اي والله كلام جميل أبو يزيد، ونقطة حلوة ذي أن يكون فيها الأداء مسيطر على القصيدة. بالضبط، وحتى اصبحت قضيه، حتى الناس اللي ما يهتمون بالشعر اصبحوا يركزون، يعني الشاعر كيف راح يلقي، يعني بصرف النظر عما يقول، يعني صحيح اهم شيء كيف الالقاء يكون عنده.
وتعرف يعني وسائل الاتصال الاجتماعي يعني سهلت انتقال الـ 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 يعني الـ هذه الـ حتى التعليقات الساخرة وما إلى ذلك، فأصبحت حديثة حديث عام للناس. جميل. حزام الشاهين اللي كان في الكويت، نعم، كيف تقرأ فيه أبو يزيد؟ أنا مثل ما قلت لك احنا في إطار الأداء، حزام كان جدا رائع، أكثر من رائع، ألقى جميل، نص رائع جدا، حضوره يعني طاغي جدا، وأنا يعني أعتبره انتصار للشعر. لأن كثير ترى وزيد كثير اللي علقوا على حزام الشاهين بشكل خاص، لأن كان حضوره طاغي الأمان على هذاك المساء. بالضبط، وأنا أعتقد أن وجود أنه انتصار للشعر، انتصار للشعر المنبري يعني بالذات. شعراء نشوفهم في تويتر ابو يزيد ما شاء الله عليهم يتسابقون على التصوير الشعري بشكل اكبر في زياره الملك سلمان من خلال لقطات معينه يصورها بشكل اكبر، تميزوا للامانه ابو يزيد. صحيح صحيح، يتسابقون على المفرده والتصوير لحركه من خادم الحرم الشريفين او من تفاعل الشعوب وغيرها، يتسابقون في الهاشتاقات وتميزوا الامانه، يمكن في قصائد شعراء تميزوا خلال الفتره الماضيه. طبعا يعني هذا ذكاء من الشاعر، واستغلال اللحظه، استغلال الحدث بشكل يعني شكل شعري وشكل وطني ايضا. يعني انت لما تصور حركه معينه مثلا وهذه الحركه تنعكس على زيك، تنعكس على الحاله الشعريه وعلى المجتمع بشكل عام. وانا في المناسبه يعني اشيد في البيتين الشاعر مشعل بن عون يعني اللي كانت حديث الساعه، يعني وفق بشكل كبير يعني في التصوير الجميل ده. يعني وسيب الهنادي دامي مناك سيف. نعم نعم، ولا يستغرب يعني من مدرسة عبد الله بن عون يعني. جميل. كيف شفت شعرانا في فقرتنا الماضية أبو يزيد في قصائدهم؟ والله في يعني في تباين في المستويات. تباين. أي نعم، يعني بشكل عام هي القصائد هي لغة العصر، يعني مثل ما قلنا فيها الضغط والاختزال، لكنها يعني في يعني ما لها مستوى ثابت، يعني كل تغريده لها وضع معين. جميل جميل. نعم لو لو سم تفضل بزيد. اي لو سالتني عنها عن اي تغريده ممكن اعلق عليها انا شفتها يعني. لا هي بشكل عام يعني انا بشوف وجهه نظرك يعني فيها بشكل عام. لا هي بشكل عام هي لغه العصر. ما نبغى نزعلهم علينا كلهم اخواننا حبايبنا. نعم نعم، بالعكس احنا يعني كاشخاص يعني لهم كل التقدير والاحترام، ولكن لما نتحدث عن النص ما له علاقة يعني، حتى الكلام في النهاية يعني مجرد رؤية، يعني ممكن يجي واحد وينسف كل الكلام اللي أنا قلت، وأحترمه وأقدره يعني، بالعكس يعني هو ممكن يفتح عيوني على أشياء ما انتبهت، ولكن بشكل عام التغريدات جميلة جدا مثل ما قلت لك، فيها لغة الاختصار والتكثيف وضغط الفكرة بسهولة لغوية محددة جدا. ويزيدك سؤال أخير، من هو الشاعر الذكي في تويتر؟ هو اللي يقتنص الحدث، يقتنص الحدث ويستطيع أن يهذب اللغة. جميل. أي نعم. ممتاز، يقتنص الحدث هو اللي صفة الطاغية في الهاشتاجات والتحديث الجديد كل هاشتاج. شاكر لك أبو يزيد، إن شاء الله تكون معنا في برنامج كذلك، نبغى أبو يزيد رؤية كذلك في الشعر والنقد، إن شاء الله في برنامج على المدى بإذن الله. بإذن الله، لي الشرف والفخر يا بنائي. أبد الشرف لنا، الله يطول عمرك. شاكر لك يا أبو يزيد.